نور الأبصار لتحفيظ القرآن وتدريس علومه بمحلة بنت بية من أبرز وأكبر مراكز التحفيظ المنتشرة بمناطق وادي الأجال، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى العام 2014 إذ أنشئ بمجهودات أهلية، ولا يزال يقدم رسالته إلى الآن بنشر تعاليم القرآن وعلومه لكل الفئات العمرية. طبعاً مركز نور الأبصار يتألف من حوالي 450 طالباً بين ذكور وإناث. كما شاهدتم المركز يعاني من اكتظاظ في الطلبة، هناك بعض المشائخ لا يأتون في نفس الموعد لعدم اتساع المكان لكل الطلبة. يعمل بالمركز أكثر من 15 شيخاً ومحفظاً ومحفظة بين مجاز ومتطوع، يدرسون أكثر من 450 طالباً وطالبة من المحلة والمحلات المجاورة لها، مقسمين على مجموعات توزع على حسب أيام الأسبوع. نشكر المشايخ الذين قدموا لنا في مركز نور الأبصار في بنت بية، ومراعينا كأسبوع أو في أيام محدودة يعطونا في الأسبوع، ونعطي نصيحة لكل الذين ما يقرؤون في المحضرة إنه يجوا يقرؤوا ويتعلموا القرآن ويحفظوا، والحفظ القرآن يدخل الجنة إن شاء الله. المركز يعاني ضعف الإمكانيات وعدم قدرة كثير من المشايخ على التدريس فيه لاكتظاظ المكان بالطلاب وضيق المساحة المخصصة للتدريس، ما جعل القائمين عليه يناشدون الجهات العامة والخاصة تقديم الدعم لهم، وذلك للدور الهام لهذه المراكز في بناء الأجيال.